كرام وشدك. انا شفت مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء من قلب بورصه البيض. البيض يعني كيتباع هنا بالجمله، يعني كما كتشوفوا معنا مشتاق انا شفت بالخيرات ديال بلادنا. شوفوا معنا البيض تبارك الله كيفاش دايره الجوده ديالو والخيرات، يعني الاثمنه مستقره، يعني الاثمنه ما غالياش، الاثمنه مستقره في متناول الجميع. يعني كما كتشوفوا معنا البيض، هذا البيض البلدي، الاثمنه مستقره هنايا من سوق البياضه مدينه الدار البيضاء. الخيرات ديال بلادنا كيف كتشوفوا معنا مشتاق انا شوف تي في. الله يسهل على هاد الناس هادو صراحه، كيف يقوا في الصباح الباكر شوفوا معنا الخيرات تبارك الله، خير موجود، غير اللي ما بغاش الاثمنه راه طايح الثمن ديالها، يعني ما بقاش البيض غالي مع اقتراب عيد الاضحى. كيف كتشوفوا معنا هذا هو البيض البلدي تبارك الله، الخيرات ديال المغرب ديالنا. شوفوا معنا تبارك الله بلاطوات وبيض كبير، يعني ماشي البيض صغير. يعني الاثمنه راه في متناول الجميع، يعني كيف ما كتعرفوا معنا البيض راه الثمن ديالو هابط، يعني هنا في نهايه اسبوع البيض الثمن ديالو هابط، يعني ما غاليش. هنا في سوق البياضه مدينه الدار البيضاء، بالنسبه للناس اللي بغاو البيض هنايا راه كاين في سوق البياضه وبثمن جد مناسب للجميع. تبارك الله الخيرات. هذا هو سوق البياضه اللي كيكون عامر صبيحه كل ايام الاسبوع. خيرات ديال المغرب ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا البيض كبير تبارك الله وبثمن مناسب، يعني جميع انواع البيض كتباع هنا، كاين البيض بلدي، البيض الرومي، يعني البيض النعام، كلشي، جميع انواع ديال البيض هنايا في سوق البياضه المتواجد من القرب من المنطقه ديال لا جيرون. تبارك الله خير. تبارك الله الخيرات ديال بلادنا. شوفوا معنا البيض والجودة ديالو، أثمنة جد مناسبة، فالله يسهل على هاد الناس هادو، يعني صراحة اللي كيجيبوا القوت اليومي ديالهم حلالا طيبة في التجارة، التجارة في البيض، يعني في هنا السوق يكون عامر يوميا، يعني أثمنة جد مناسبة. فهذا كنبغي نوجه رسالة للناس اللي بغاو ياخذوا البيض واحد الكمية. تبارك الله شوفوا بيضة قداش، شوفوا معنا هاد البيضة هادي قداش تبارك الله. هذا البيض ديال قريع، هذا البيض كيتسمى بيض قريع. شوفوا معنا البيضة تبارك الله الحجم ديالها كبير. الله يسهل على هاد الناس هادو يا ربي، الله يسهل عليهم. مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نودعكم على ما نتلاقاكم بث مباشر اخر ان شاء الله. لا لا.